يا الله. إليسون كيريه إليسون اسمعنا وارحمنا. كيريه إليسون إليسون يا رب ارحم. كيريه إليسون كيريه إليسون ارحمنا يا الله. كيريه إليسون كيريه إليسون اسمعنا وارحمنا. كيريه إليسون كيريه إليسون يا رب ارحم. كيريه إليسون كيريه إليسون ارحمنا يا الله. كيريه إليسون كيريه إليسون اسمعنا وارحمنا. كيريه إليسون كيريه إليسون يا رب ارحم. إليسون كيريه إليسون ارحمنا يا الله. كيريه إليسون كيريه إليسون اسمعنا وارحمنا. كيريه إليسون كيريه إليسون كيريه إليسون كيريه إليسون كيريه قدوس قدوس رب السماوات السماء والأرض ومئتان من مجدك وكرامتك. ارحمنا يا الله الآب ضابط الكل أيها الثالوث القدوس. ارحمنا أيها الرب إله القوات. كن معنا لأنه ليس لنا معين في شدائدنا وضيقاتنا سواك. حل واغفر واصفحنا يا الله عن سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا والتي صنعناها بغير إرادتنا، التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة، الخفية والظاهرة يا رب اغفرها لنا من أجل اسمك القدوس الذي ضاي عليك رحمتك يا رب ليس خطايا. يا أبانا الذي في السماوات يتقدس اسمك، يأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطنا اليوم، اغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. مجدا وإكراما إكراما ومجدا للثالوث القدوس الآب والابن والروح القدس سلاما وبنانا لكنيسة الله الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية آمين. اشكر يا رب الذين قدموا لك هذه القرابين والذين قدمت عنهم والذين قدمت بواسطتهم، أعطهم كلهم الأجر السمائي. صلوا من أجل هذه القرابين المقدسة الكريمة وتقدماتنا والذين قدموها يا رب ارحم. الليرو يا فاي بيبي إيهو إطائب شو سيصامي إذ بتي راجي يوسف
إليسيوس آجيوس إن ابن ماجيون آمين إفلوجيتوس كيريوس أوسيوس إستوس إيونيس آمين نيس نوستيرو إزمو إفشويس مارو إزمو إروفن جنيلة أوستيرو جابيف نايتاغرو إريجون أبوتي مسمي أنت بشوي شوب شايني أمين هللويا زوك سبت ريكي يوكي عقيو بن أماتي كنينكاي كيستوس إيعون أستونيو أمين سترتنا وعنتنا حفظتنا قبلتنا إليك أشفقت علينا عضتنا أتيت بنا إلى هذه الساعة اطلبوا لك يرحمنا الله ويترافع علينا ويسمعنا ويعيننا ويقبل سؤالات وطلباتك الديسي منهم ذي الصلاح عنا في كل حين واجعلنا مستحقين أن ننال من شركة أسراره المقدسة المباركة لمغفرات خطايانا يا رب ونطلب من صلاحك يا محب البشر امنحنا ان نكمل هذا اليوم المقدس وكل ايام حياتنا بكل سلام مع مخافتك كل حسد كل تجربه كل فعل الشيطان مؤامره الناس الاشرار قيام الاعداء الخفيين والظاهرين انزعهنا عن سائري شعبك
عن هذه المائدة التي لك عن موضعك المقدس هذا. أما الصالحات والنافعات فارزقنا إياها. أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس على الحياة وعلى الأقارب وعلى كل قوة العدو. عبيدك يا رب خدام هذا اليوم القامصة والقصوص والشمامسة والإكليروس وكل الشعب وضعفي يكونون محللين من فم الثالوث القدوس فم الكنيسة الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية من أفواه الاثنى عشر رسولا فم ناظر مرقس الرسول الطاهر والشهيد والبطريرك القديس ساويروس ومعلمنا ديوسكوروس والقديس أثناسيوس الرسول والقديس يوحنا فم الذهب والقديس كيريلوس والقديس باسيليوس والقديس غرغوريوس أفواه الثلاثة 118 المجتمعين بنوكيا والمائة والخمسين بمدينة القسطنطينية والمائتين بأفسس فما أبينا البابا المعظم الأنبا تودروس الثاني شريكه في الخدمة الرسولية أبينا المطران المكرم الأنبا ماكسيموس ومن فم حقارتي لأنه مبارك وملوء مجدا اسمك القدوس أيها الآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى ظهر الدور كلها أبدين. آمين. Yeah.
Yeah.
الأربعين أمين. سيروا إذن كأولاد النور، لأن ثمر النور هو في كل صلاح وبر وحق، مختبرين ما هو مرضي عند الرب، ولا تشتركوا في أعمال الظلمة غير المثمرة بل بالحري وبخوها، لأن الأمور التي يفعلونها سرا ذكرها أيضا من العار، ولكن كل ما يوبخه النور يعلن، لأن كل ما أظهر فهو نور. ومن أجل هذا يقول: قم أيها النائم وقم واقفا من بين الأموات فيضيء لك المسيح. فانظروا إذن يا إخوتي بالتدقيق كيف تسيرون، لا كجهلاء بل كحكماء، مفتدين الوقت لأن الأيام شريرة. من أجل هذا لا تكونوا أغبياء بل افهموا ما هي إرادة الرب، ولا تسكروا بالخمر التي فيه عدم الصحة، بل كونوا كاملين بالروح، مكملين أنفسكم بعضكم بعضا بمزامير وتسابيح وتراتيل روحية، مسبحين ومرتلين للرب في قلوبكم، شاكرين كل حين على كل شيء في اسم ربنا يسوع المسيح، والله الآب خاضعين بعضكم لبعض في خوف المسيح. نعمة الله الآب فلتحل على أرواحنا يا أبائي وإخوتي، أمين. الكاثوليكون، فصل من رسالة معلمنا بطرس الرسول الأولى بركته علينا أمين. لأنه هكذا كانت قديما النساء القديسات أيضا المتوكلات على الله يزين أنفسهن خاضعات للرجالهن، كما كانت سارة تطيع إبراهيم وتدعوه سيدي، التي صرتن لها أولادا صانعات الخير وغير خائفات خوفا من أحد البتة. كذلك أنتم أيضا أيها الرجال كونوا ساكنين معهن، عالمين أن النساء آنية ضعيفة، معطين إياهن كرامة كالوارثات أيضا نعمة الحياة بأنواع كثيرة، لكي لا تعاق صلواتكم. والنهاية: كونوا جميعا برأي واحد، وكونوا مشتركين في الآلام، وكونوا محبين الإخوة، رحومين متواضعين، غير مجازين عن شر بشر أو عن شتيمة بشتيمة، بل بالعكس مباركين، لأنكم لهذا الأمر دعيتم لكي ترثوا البركة، لأن من أراد أن يحب الحياة ويرى أياما صالحة فليكفف لسانه عن الشر وشفتيه عن أن تتكلما بالمكر، وليحد عن الشر ويصنع الخير، وليطلب السلام ويجد في أثره، لأن عيني الرب تنظران الأبرار وأذنيه تنصتان إلى طلباتهم. أما وجه الرب ضد فاعل الشر، فمن ذا الذي يمكنه أن يؤذيكم إذ كنتم غيورين على الخير؟ ولكن وإن تألمتم من أجل البر فطوباكم، وأما خوفهم فلا تخافوا ولا تضطربوا. نعمة الله لا تحب العالم ولا الأشياء التي في العالم، لأن العالم يمضي وشهوته معه، وأما من يعمل إرادة الله فإنه يثبت إلى الأبد، أمين. Hey, hey, hey.
فصل من أعمال آبائنا الرسل الأطهار المشمولين بنعمة الروح القدس بركاتهم مقدسة فلتكن معنا جميعا يا آبائي إخواتي أمين. ولكن حدث لما استكملنا الأيام خرجنا ومشينا وهم يشيعوننا مع نساء أيضا وأولادهم إلى خارج المدينة فجثونا على ركبنا على الشاطئ وصلينا ولما ودعنا بعضنا بعضا ركبنا السفينة وأما أولئك فرجعوا إلى خاصتهم وأما نحن فأقلعنا من سور وأقبلنا إلى بوتولمياس فسلمنا على الإخوة وأقمنا عندهم يوما واحدا ثم خرجنا في الغد وجئنا إلى قيصرية فدخلنا بيت فيلبس المبشر إذ كان واحدا من السبعة وأقمنا عنده وكان لهذا أربع بنات عذارة كنا يتنبأنا وبينما نحن مقيمون هناك أياما كثيرة جاء واحد من اليهودية نبي اسمه آغابوس فجاء إلينا وأخذ منطقة بولس وربط يدي نفسه ورجليه وقال هذا ما يقوله الروح القدس أن الرجل الذي له هذه المنطقة سيربطه اليهود هكذا في أورشليم ويسلمونه إلى أيدي الأمم فلما سمعنا هذا طلبنا إليه نحن والإخوة الذين في ذلك المكان أن لا يصعد إلى أورشليم حينئذ أجاب بولس وقال ماذا تفعلون تبكون وتحزنون قلبي لأني مستعد ليس أن أربط فقط بل أن أموت في أورشليم لأجل اسم الرب يسوع ولما لم يقنع سكتنا كلنا قائلين لتكن إرادة الرب لم تزل كلمة الرب تنمو وتزداد وتعتز وتثبت في هذه البيعة وكل بيعة لأبد أمين. بسم الله والابن والروح القدس إله واحد أمين. اليوم السادس من شهر مصر المبارك أحسن الله علينا استقباله وعادوا علينا ونحن وأنتم في ضوء واطمئنان مغفوري الخطايا والزلات من قبل مراحم الرب يا أبا وإخوتي أمين. في مثل هذا اليوم استشهدت القديسة يوليطا. ولدت هذه القديسة في قيصرية الكبدوك من أبوين مسيحيين غنيين جدا فورثت عنهما أموالا كثيرة اغتصبها منها أحد الظالمين ولما أرادت أن تسترد أموالها منه سعى بها عند والي قيصرية الكبدوك أنها مسيحية فقبض عليها وسألها عن إيمانها فاعترفت أمامه بالسيد المسيح وبعد أن عذبها كثيرا طرحها في النار فأسلمت روحها بيد الرب وبقى جسدها سالما ونالت إكليل الشهادة بركة صلواتها فلتكن معنا أمين. وفي مثل هذا اليوم من سنة 578 ميلاديا الموافق 294 للشهداء
تنيح القديس العظيم مار يعقوب البردعي. كان هذا القديس ابنا لثأوفيلوس كاهن بلدة تلا ببلاد الرها، وترهب منذ حداثته في دير فاسيليتا، حيث نال فيه قسطا وافرا من التعليم اللاهوتي والاداب السريانيه واليونانيه، ورسم كاهنا. فذاع صيت فضائله، فسمعت عنه الملكه الارثوذكسيه سيئودورا زوجه الملك الخلقدوني جستنيان، وارادت ان تراه، فذهب الى القسطنطينيه مع قس اخر يدعى سرجيس، فاستقبلتهما الملكه بحفاوه بالغه، ثم ذهب الى دير القسطنطينيه وتوحد فيه قرابه 15 عاما. وعندما طلب الحارث بن جبل أمير العرب من الملكة ترتيب رعاية له ولشعبه الرافضين لمجمع خلق دنيا، قامت بتمكين البابا السكندري سيؤدوسيوس والبطريرك أنتيموس بطريرك القسطنطينية والأسقف يوحنا المصري المحتجزين في قصرها بأمر الملك جستنيان. مكنتهم من سيامة يعقوب البردعي مطرانا على الرها، وآخر اسمه سيؤدوروس مطرانا للعرب في البصرة، وأعطوا للمطران يعقوب البردعي سلطات رعوية مسكونية واسعة لإتمام الرسامات الكهنوتية للشعب الأرثوذكسي الرافض لمجمع خلق دنيا في كل مكان. فكان يتنقل من مكان لآخر متخفيا في ثياب بالية رثة مصنوعة من قماش البردعة التي توضع على ظهر الحمير والبغال للجلوس عليه، ومن هذه الثياب جاء لقب البردعي. كان الرب يساعده على التنقل بسرعة ويؤيده بالمعجزات، فكان يقول يثبت الكنائس والمؤمنين على الإيمان الأرثوذكسي. ويقول أحد المؤرخين أن عدد الإكليروس الذين رسمهم مار يعقوب بلغ 100,000 كاهن وشماس، منهم 89 أسقفا، كما رسم بمساعدة أساقفة آخرين بطريركين لأنطاكيا. قصد يعقوب البردعي الإسكندرية للقاء البابا دميانوس الإسكندري البابا 35 مع وفد من أساقفة أنطاكيا، فوصل إلى دير رومانوس بفلسطين على الحدود المصرية، فداهمهم مرض وبائي، تنيح 4 منهم من ضمنهم القديس المطران يعقوب البردعي عن سن 73 عام، بعد أن خدم المطرانية المسكونية نحو 37 عاما. ولما سمع البابا دميانوس بخبر قدومي ذهب إلى رومانوس لاصطحابه إلى الإسكندرية، ولما وصل وجده قد تنيح فتأثر كثيرا وكتب رسالة تعزية إلى الكنيسة السريانية، ثم حاول نقل جسدي إلى الإسكندرية فرفض رهبان دير رومانوس، ثم صلوا عليه ودفنوه في ديرهم. بعد ذلك تم نقله إلى ديره الذي ترهب فيه ودفن هناك بإكرام جزيل، بركة صلواته فلتكن معنا أمين. وفيه أيضا تنيح القديس العظيم الأنبا ويصة تلميذ الأنبا شنود رئيس المتوحدين. ولد الأنبا ويصة في مدينة أبصاي، وكان والده غنيا محبا للرحمة على المساكين، وكان يطلب أن يرزقه الله ولدا، فاستجاب الله طلبته فرزقه هذا القديس فأسماه ويصة. ولما أكمل ويصة 5 سنوات سلمه أبوه إلى معلم حكيم، فتعلم القراءة والكتابة ودرس الكتاب المقدس وكتب البيعة، وكان ينمو في النعمة والمعرفة ويتردد على الكنيسة للصلاة والعبادة. ولما بلغ ويصة سن الشباب سلمه أبوه أرضا ليزرعها، فزرعها بساتين وكروما وزيتونا، وكان يشتهي أن يلبس الإسكيم المقدس ويسير راهبا، وكان يصلي إلى الله كثيرا لكي يدبر حياته كما يليق. عرف أبوه رغبته في ذلك فأخذه وذهب به إلى دير القديس العظيم الأنبا شنودة. وبينما هما في الطريق ظهر ملاك الرب للأنبا شنودة وأعلمه بقدوم الشاب ويصة بقصد الرهبنة، وأوصاه أن يقبله وهو سيكون تلميذا طائعا له طول أيام حياته. ولما وصل إلى الدير مع والده قابلهما الأنبا شنودة بفرح، فقال له الأرخن المبارك والد ويصة: أسألك يا أبي القديس أن تقبل هذا الشاب ليكون تلميذا وخادما لك. فقبله الأنبا شنودة، وبعد مدة ألبسه ثياب الرهبنة المقدسة وسلمه إلى أحد شيوخ الدير ليعلمه مبادئ الرهبنة. فصار الراهب ويصة سيرة رهبانية فاضلة، وكان ينمو في الجهادات الرهبانية تحت إرشاد أبيه الروحاني. وبناء على رؤية سمائية للأنبا شنودة استدعى الراهب ويصة وجعله تلميذا خاصا له والثاني له في الدير، وكان الله يساعده وينجح كل عمل في يديه كما كان يفعل مع يوسف الصديق.
فأحبه الأنبا شنودة جدا وكشف له الكثير من أسرار جهاداته، وقد وصل الأنباويس إلى درجة روحانية عالية حتى استحق أن يرى إعلانات روحية كثيرة. وقبل نياحة القديس الأنبا شنودة بقليل ظهر له الرب يسوع وأوصاه أن يعين ويسا تلميذه خلفا له في رياسة الدير، فاستدعى الأنبا شنودة المتقدمين من الرهبان وقال لهم: أستودعكم الله يا أولادي الأحباء، وهوذا أنا منطلق إلى الرب، فاسمعوا من أبيكم ويسا من اليوم فصاعدا، فهو الذي سيكون لكم أبا وراعيا. وعندما حاول الأنبا ويسا الاعتذار لثقل المسؤولية قال له الأنبا شنودة: إن السيد المسيح هو الذي أقامك وقدمك أبا للشركة الرهبانية ومعلما للرهبان. الرب يديم بركته المقدسة عليكم وعلى أماكنكم المقدسة إلى الأبد. اثبت في سلام الله سائر أيامك يا بني. ولما قال هذا تنيح بسلام. وبعد نياحة الأنبا شنودة تقلد الأنبا ويسا رياسة الدير، فرعى الرهبان أحسن رعاية مدة 20 سنة كاملة مؤيداً بقوة الله وبفضائل الروح القدس. ولما أكمل جهاده الحسن مرض بحمى شديدة، فجمع الرهبان وباركهم وأوصاهم وصايا رهبانية هامة، ثم أسلم الروح في يد السيد المسيح الذي أحبه، فكفنه أبناءه الرهبان وصلوا عليه ودفنوه بجانب أبيه الروحي الأنبا شنودة. بركة صلواته فلتكن معنا ولربنا المجد دائما أبديا أمين. Αγίος αθάνατος ο Σταυρό της Δήμας ελέησον ημέ. Αγίος ο Θεός, Αγίος ισχυρός, Αγίος αθάνατος ο Άναστος εκ των ρονκεών ηλσον Ιεστος ουρανός ελέησον ημέ. Κεϊό και αγεϊό πνεύματι καίνιν και στος αιώνας των αιώνων εμήν γετριές ελέησον ημέρ. Λιφλογίτε Ирине Баси Ито пневмати Исо Сейд Раб Исо Аль-Масих Иле Хуна Лази Хатаба Талемиза Аль-Кудисин ورسل أطهار المكرمين قائلاً إن أنبياءً وأبراراً كثيرين اشتهوا أن يروا ما أنتم ترون ولم يروا، أن يسمعوا ما أنتم تسمعون ولم يسمعوا، أما أنتم فطوبى لأعينكم لأنها طوب أبصر ولأذنكم فإنها تسمع. نستحق أن نسمع ونعمل بأناجيلك المقدسة بطلبات قديسي. صلوا من أجل الإنجيل المقدس. يا رب ارحم. اذكر ايضا يا سيدنا كل الذين امرونا واوصونا ان نذكرهم في سؤالتنا وطلباتنا التي نرفع اليك. ايها الرب الهنا الذي
سبقوا فركضوا يا رب نيحهم مرضى شعبك اشفيهم لأنك أنت حياتنا كلنا خلاصنا كلنا رجانا كلنا اشفانا كلنا قيامتنا كلنا Sitemi ta vovo se o akosomento agio evangelio. Marotin jivis neyo khenefran emepshois entenigum. Kirie flogison ektoka tamathion ageio evangelion tu anagnos mar. Zoksasi kereie. بمخافة الله لنسمع الإنجيل المقدس فصل من بشارة الإنجيل معلمنا مريم البشير التلميذ الطاهر بركاته على جميع عنا شو يسوع بن نوتي أو بن سوتير أو بن أوروترين يسوع بأخنستوس إبشيري إم إف نوتيت أنخ بيونا شايني بيوفا بنوتي بشايني تنيني تيرو أمين زوكسا سيكيري من مدامير أبينا داود النبي الطاهر بركته على جميعنا أمين يدخلنا للملك عذارى في إثرها جميع صاحباتها إله يقدمنا يدخلنا بفرح وابتهاج يدخلنهن إلى هيكل الملك الليلويا مبارك والآتي باسم الرب إلى القوات ربنا إلهنا مخلصنا ملكنا كلنا يسوع المسيح ابن الله الحي الذي له المجد الدائم إلى الأبد أمين حينئذ يشبه ملكوت السماوات 10 عذارى أخذنا مصابحهن وخرجنا للقاء العريس وكان 5 منهن جاهلات 5 حكيمات أما الجاهلات فأخذنا مصابحهن ولم يأخذن معهن زيتان أما الحكيمات فأخذن زيتا في أنياتهن مع مصابحهن وإذ أبطأ العريس نعسنا جميعهن ونمنا ففي منتصف الليل صار صراخ هو ذا العريس قد أقبل فقمنا وخرجنا للقائه حينئذ قامت جميع أولئك العذارى ودينا مصابحهن فقالت الجاهلات الحاكمات أعطينا من زيتكن فإن مصابحنا تنطفئ فأجابت الحاكمات قائلات لعله لا يكفي لنا ولكنا فالأحرى أن تذهبنا إلى البعة وابتعنا لكنا فلما ذهبنا ليبتعنا جاء العريس والمستعدات دخلنا معه إلى العرس
وأغلق الباب وأخيرا جاءت بقية العذراء قائلات ربنا ربنا افتح لنا. فأجاب وقال الحق أقول لكن إني لا أعرفكن فاسهروا إذن لأنكم لا تعرفون اليوم ولا الساعة. والمجد لله داي في سيم مخن ومبشان مالي صابتي سنجنس جيت اسمر وتنسخن يومي في اسمر وتنجب وطا انت تنجي عرب رز بابي ناري اغون وتنشوي سنفتر انت ساوتو ماري اسما بن بن سوتير انت فكان نو بناني جي في اسمر وتنجي في يوتني مبشيري نم ببن ومايس اوهب تترين ياسد جيكيب تنوشتي مستنتيونس إن صوفيا سوبروس خمير كيريا ليسون كيريا ليسون خنوم اسمي نؤمن بإله واحد الله الآب ضابط الكل خالق السماء والأرض ما يرى وما لا يرى نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور نور من نور إله حق من إله حق مولود غير مخلوق مساوي لله في الجوهر الذي به كان كل شيء هذا الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء تجسد من الروح القدس ام مريم العذراء تأنس وصلب عنا على عهد بيلاطس البنطي تألم وقبر وقام بين الأموات في اليوم الثالث كما في الكتب وصعد إلى السماوات وجلس عن يمين أبيه ليدين الأحياء والأموات الذي ليس لملكه انقضاء. نعم نؤمن بالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب نسجد له ونمجده مع الآب والابن الناطق في الأنبياء وبكنيسة واحدة مقدسة جامعة رسولية وننتظر قيامتنا واتها حياة ضارناتي آمين. أخطيت حلوني يا بقى أخطيت سامحوني صلوا من أجل المسيح شليل فلوجيتي إبروس أفشيستا باسي كتاب نعمتي الله العظيم الآب الذي جبل الإنسان على غير فساد والموت الذي دخل إلى العالم بحسد إبليس هدمته بظهور المحي الذي لابنك الوحيد الجنس ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح وملأت الأرض من السلام التي من السماوات هذه التي عساكر الملائكة مجدونك بها قائلين المجد لله في الأعالي وعلى الأرض السلام وفي الناس المسرة الله من أجل السلام الكامل والمحبة
والقبلة الطاهرة الرسولية يا رب. بمسرتك يا الله املأ قلوبنا من سلامك. طهرنا من كل دنس ومن كل غش ومن كل رياء ومن كل فعل خبيث ومن تذكار الشر الملبس الموت. وجعلنا مستحقين كلنا يا سيدنا أن نقبل بعضنا بعضا بقبلة مقدسة لكي ننال بغير وقوعنا في دينونة من موابت غير الميتة السمائية بالمسيح يسوع ربنا. لفرحي يا مريم حجرك يا الملائكة تسبحه. يا ربي
المقدسة. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب ارحم. نعم يا رب الذي هو يسوع المسيح ابن الله الحي، اسمعنا وارحمنا. تقدموا على هذا الرأس، كفوا بخوف ورعدة، وإلى الشرق انظروا وننصت بشفاعة والدة الإله القدس مريم. يا رب نعم بمغفرة خطايانا، نسجد لك أيها مسيح مع أبي صالح والروح القدس، لأنك أتيت وخلصتنا. رحمة السلام ذبيحة تسبيح الرب. ومع روحك أيضا ارفعوا قلوبكم هي عند الرب. هل نشكر الرب مستحق وعادل، مستحق وعادل، لأنه حقا بالحقيقة مستحق وعادل.
فيات شوب افني في بشوي سفنوت انت تمس مي فيات شوب خاقو انيني او ات او ان او رو شايني فيات شوب خني تدشو سي او ات قشت جني تبيوت في تفصمي وقلت نمي بقاهي نمي في يوم نمنيت انخيتو تيرو افيوت بن شوي سوو بن نوتيو بن ستيري صوت بخريستوس هذا الذي خلقت الكل بي ما يرى ما لا يرى الجالس على كرسي مجده المسجود له من جميع القوة المقدسة أيها الجيلوس كيفو الذي يقف أمامه الملائكة رؤساء الملائكة الرئاسات والسلطات والكراسي والأرباب والقوة إلى الشرق انظروا أنت هو الذي يقف حولك الشربيم الممتلئون عيونا والصرافيم ذوي الستة الأجنحة يسبحون بالدوام بغير سكوت قائلين قدوس 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 رب الصفوت السماء والأرض مملوءة من مجدك حقيقتي أيها الرب إلهنا الذي جبلنا وخلقنا وضعنا في فردوس النعيم وعندما خالفنا وصيتك بغاية الحية سقطنا من الحياة الأبدية ونفينا من فردوس النعيم لم تتركنا عنك أيضا إلى الإنقاذ بل تعهدتنا دائما بأنبيائك القديسين وفي آخر الأيام ظهرت لنا نحن الجلوس في الظلمة وظلال الموت بابنك الوحيد الجنس ربنا إلهنا مخلصنا يسوع المسيح هذا الذي من الروح القدس ومن العذراء القديسة ماريا آمين وتأنس وعلمنا طرق الخلاص أنعم لنا بالميلاد الفوقاني من الماء والروح
وجعلنا له شعبا مجتمعا وصرنا اطهارا بروحك القدس. هذا الذي احب خاصة الذين في العالم اسلم ذاته فداء عنا الى الموت الذي تملك علينا. هذا الذي كنا ممسكين به ما بينا من قبل خطايانا نزل الى الجحيم من قبل صالح. حقا وصعد إلى السماوات وجلس عن يمينك أيها الآب ورسم يوما للمجادة هذا الذي أظهر فيه ليدين المسكونة بالعدل ويعطي كل واحد فواحد كنحو أعماله. فرحمتك يا رب وليس كخطايا العظيم الذي للتقوى لأنه فيما هو راسم أن يسلم نفسه للموت عن حياة العالم. أخذ خبزا على يديه الطاهرتين اللتين بالعيب ولا دنس الطوبويتين المحياتين. نؤمن أن هذا هو بالحقيقة. آمين. نظر إلى فوق نحو السماء إليك الله أباه وسيكون أحد إطفشي به موت. آمين. في اسمه وقسامه وأعطى لتلاميذ القديسين ورسل طريق إلى خذوا وكلوا منه كلكم لأن هذا هو جسدي الذي يقسم عنكم وعن كثيرين يعطى لمغفرة الخطايا هذا يصنعه لذكري. هذا هو بالحقيقة. آمين. وهكذا الكأس أيضا بعد العشاء مزج من خمر وماء وشكرا. آمين. وباركها. آمين. وقدسها. أيضا نؤمن ونعترف ونمجد. أبجمت بي أفتي بنيتين وبن أجيوس ماثيتيس أوين أبوستولوس إث أوين إبوغو إيموس جتشي سؤيب لنختمتي رو فيغار بيبا اسنف انت دياثيك انفيري
إتون أبو في بول لجنس نون من كميش ستيب إبكو إبول انتيني نوبي ويعرب ميبا إرب ميبي ويعم بك نوم اسمي مرة تأكلون من هذا الخبز وتشربون من هذه الكأس تبشرون بموتي تعترفون بقيامتي وتذكروني إلى ناجي آمين 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 بموتك يا ربي بشر وبقيامتك المقدسة وصعودك إلى السماوات تارف نسبحك نباركك نشكرك يا رب ونتضرع إليك يا إلهنا فيما نحن أيضا نصنع ذكر آلام المقدسة وقيامة من الأموات وصعود إلى السماوات وجلوس عن يمينك أيها الآب وظهور الثاني الآتي من السماوات المخوف المملوء مجدان نقرب لك قرابينك من الذي لك على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل اسجدوا لله بخوف ورعدات نسبحك نباركك نخدمك نسجد لك ننصت آمين كمان انت في ايفن صوم ايف اوا بنطا تينا تي او امي وهذه الكاس ايضا دما كريما للعهد الجديد الذي له ايضا نومنا آمين ربنا إلهنا مخلصنا يسوع المسيح طال غفران الخطايا حياة أبدية لمن يتناول منه يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب ارحم جعلنا مستحقين كلنا يا سيدنا نتناول من قدساتك طارت لنا أنفسنا وأجسادنا وأرواحنا لكي نكون جسدا واحدا وروحا واحدا نصيبا وراسا مع جميع القديسين الذين أرضوك منذ البدء أذكر يا رب سلام كنيستك الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية من أجل سلام كنيسة الله الواحدة المقدسة الجامعة الرسولية الأرثوذكسية يا رب هذه التي اقتنيتها لك بالدم الكريم الذي لمسيحك احفظ بسلام وكل أنصاف فالأرثوذكسيين الذين فيها
وأولا اذكر يا رب أبينا البطريرك الباب المعظم الأنبط ودروس الثاني شريك في الخدمة الرسولية أبينا المطران المكرم الأنبا مكسيموس صلوا من أجل رئيس كهنتنا البابا المعظم الأنبا تودروس الثاني بابا وبطريرك ورئيس أساقفة المدينة العظمى الإسكندرية وشريكه في الخدمة الرسولية أبينا المطران المكرم الأنبا مكسيموس وسائر أساقفاتنا الأرثوذكسية يا رب ارحم الذين يفصلون مع كلمة الحق باستقامة أنعم بهم على بيعتك المقدسة وقطيعك بسلام اذكر يا رب القمامسة والكسوس الأرثوذكسيين والشمامسة صلوا من أجل القمامسة والكسوس والشمامسة والإبزياكونيين وسبع طغمات كنيسة إلا رب رحم كل الخدام وكل الذين في البتولية وطهارة كل شعبك المؤمن اذكر يا رب أنت رحمنا كلنا ما رحمنا يا الله الهضابط القدس يا رب خلاص هذا الموضع المقدس الذي لك كل المواضع وكل ديارة آبائنا الأرثوذكسية خلاص العالم ومدينتنا هذه وسائر المدن والأقاليم والجزائر والأديرة يا رب ارحم والساكنين في تفضل يا رب مياه النار في هذه السنة بريكها اطلبوا عن صعود مياه النار في هذه السنة لكي المسيح إلهنا يباركها ويسعدها كمقدارها ويفرح وجه الأرض بالنيل ويعول نحن البشر ويعتنق دواب ويغفر لنا خطايانا يا رب رحم يا رب رحم يا رب رحم أصدق مقدارك نعمتك فرح وجه الأرض ليروح حرسها ولتكسر أسمارها أعدها للزرع والحصاد ودبر حياتنا كمالك بارك إكليل السنة بصلاحك من أجل فقراء شعبك من أجل الأرملة واليتيم والغريب والضيف ومن أجلنا كلنا نحن الذين نرجوك ونطلب اسمك القدوس لأن عيون الكل تترجاك لأنك أنت الذي تعطيهم طعامهم في حين حسن اصنع معنا كحسب صلاحك يا معطيا طعاما لكل ذي جسد املا يا رب قلوبنا فرحا ونعيما حتى اذ ما يكون كفى في كل شيء كل حين نزداد كل عمل صالح يا رب اذكر يا رب
الذين قدموا لك هذه القرابين والذين قدمت عنهم والذين قدمت بواسطتهم أعطيهم كلهم الأجر السمائي. صلوا من أجل هذه القرابين المقدسة الكريمة وتقدماتنا والذين قدموا يا رب ارحم. هذا رب هو امر ابنك نشترك في تذكر قديسك. تفضل يا رب أن تذكر مع القديسين الذين أرضوك منذ بعد آبائنا الأطهار وسلبا ولم يرسم المشرين وانجلين والشهداء والمعترفين وكل أرواح صدقين الذين كاملوا في الإيمان وبالأكثر القديس المملوء مجدا العذراء كل حين والدة إلى القديسة الطاهرة مريم التي ولدت لنا الله الكريم بالحقيقة والقديس شان صبا صبا والشهيد والقديس طفان صي الشمام سبا والي الشهداء وناظر انجي مرقس الرسول الطاهر والشاهد والبطريرك القديس سوريس معلم ناريس قولس والقديس اتناسيوس الرسول والقديس بطرس خاتم الشهداء رئيس الكهنة والقديس أنا بمزاب والقديس روسيوس والقديس ساوفيروس والقديس ديمتريوس والقديس كيرينوس والقديس باسيليوس والقديس أوريوس الناطق بالإلهيات والقديس ريوريوس صانع العجب والقديس ريغوريوس الأرماني والسلاسل والثماني عشر المجتمعين بنقيا والمئة وخمسين بالمدينة القسطنطينية والمئتين بأفاسوس آبانا الصديق العظيم أنبانطونيوس والبار أنبابولا والسلاسل أنبا مقرة القديسين جميع أولادهم لباس الصليب وابانا بيحنس القمص وابانا بمشوي البر الرجل الكامل حبيب مخلصنا الصالح وكل مصافي قديسك هؤلاء الذين بسؤالاتهم وطلباتهم ارحمنا كلنا معا وانقذنا من أجل اسمك القدوس الذي ضعي علينا. القارئ فليقولوا أسماء أبائنا البطاركة القديسين الذين رقدوا الرب ينيح نفوسهم أجمعين ويغفر لنا خطايانا. بركاتهم المقدسة فلكن معنا
آمين. المجد لك يا رب، يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب باركنا، يا رب نيحهم. آمين. أولئك يا رب الذين أخذت نفوسهم نيحهم في فردوس النعيم في كورة الأحياء إلى الأبد، فروش لي مثل مياه في ذلك الموضع، ونحن أيضا الغرباء في هذا المكان، احفظنا في إيمانك، أنعم لنا بسلامك إلى التمام. كذا يكون من جيل إلى جيل وإلى ظهر الدهور. آمين. واهدنا لكي وبهذا كما أيضا في كل شيء يتمجد ويتبارك ويرتفع اسمك العظيم القدوس في كل شيء كريم ومبارك، ما يسوع المسيح ابنك الحبيب والروح القدس. السلام لجميعكم. ولروحك أيضا. وأيضا فلنشكر الله لأبداء بتلكل أبو ربنا إلهنا مخلصنا يسوع المسيح، لأنه جعلنا أهلا الآن أن نقف في هذا الموضع المقدس، نرفع أيدينا إلى فوق ونخدم اسمه القدوس. هو أيضا فلنسأله أن يجعلنا مستحقين لشركة وصعود أسرار الإلهية الغير الميتة. الجسد المقدس نسكن في جسدك المقدس، والدم الكريم مسيحي ضابط الكل الرب إلهنا. آمين آمين. صلوا يا رب ارحم. كتب نعمتي يا الله أبدا.
ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح الذي أحبنا هكذا حتى بذل ابنه الوحيد الجنس لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. تطلع من السماء فلم يجد من يشبه العذراء القديسة مريم فاختارها لتكون خيمة الاجتماع الجديدة وتابوت العهد اللحمي وسلم يعقوب الجديد بحملها وحبلها بالابن الوحيد الجنس ربنا يسوع المسيح يا ليسون يا ليسون يا رب ارحم. وارسل الي جبرائيل الملاك العظيم ليبشرها بفرح السماء والارض قائلا لها سلام لك أيتها الممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت في النساء أنت ستحبلين وتلدين ابنا وتسمينه يسوع الروح القدس يحل عليك وقوة العلي تظللك فلذلك أيضا القدوس المولود منك يدعى ابن الله. إن يا ليسون يا ليسون يا رب ارحم. يا إلهنا الصالح إن قلبنا متحير لسر أمنا العذراء القديسة مريم كيف استوعبت هذا الخبر وكيف فهمت هذا السر الذي احتار فيه الفهماء والحكماء كيف أدركت إنها صارت والدة الإله وبتولية دائمة وصار فيها تحقيق نبوات الآباء والأنبياء فهي أمنا حواء الجديدة وهي حماقة موسى وقسط المن وعطى هارون والمغمرة الذهبية والسحابة الخفيفة وباب المشارق اللهم اقبل منا ذبيحتنا نحن الخطاة إذ ندنو من مذبحك الإلهي مستترين في ذبيحة ابنك الوحيد الجنس ربنا يسوع المسيح ومتشفعين بأمه الحنون سيدتنا ملكتنا كلنا والدة الإله العذراء الطاهرة مريم لكي بقلب طاهر شفتين نقيتين نتوسل إليك أيها الآب القدوس بدلة البنين قائلين أبانا الذي في السماوات تقدس اسمك ليأتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا Christos,
تكريو اكلنا نجسات قلبي لا تحرم ولا تمنع شعبك نعمة حلول روحك القدوس حللنا يا رب يسوع المسيح وحلل كل شعبك من كل خطية من كل لعنة من كل جحود من كل يمين هذه أنا أملانا يا سيدنا بعفو غفور ارحم يا رب أريم بيم شويس إن جنسو تسمو إيرو سوتي سامين كتب نف ماتي سومي تابوبو سيبروس هومي آمين كنية لايسون كنية لايسون كنية لايسون أخوصات للخديسين فلوغيتوس كيريوس إيسوس كريستوس أيوسو أغياس موسيب نف ماغيون آمين صوبان أغيوس غيتي صوبان أغيوس إيوس انتو بناجون ابن امامي السلام للكون ولروحك ايضا جسد مقدس ودم كريم حقيقي ليسوع المسيح ابن الهنا امين امين ايون تيم يون صومك ايمالي سنون ايسو خريستو طويتو تيئو ايمون امين صارك سنر افتان خوي طابق منو غنيس انشيري بن شويس اوه بن نوتي اوه بن ستيري صوص بخريستوس اتشتس ايبو الخنتن شويس تنبترين تي تي اوتو كوس سواب تي اي وجعله واحدا مع لاهوته بغير اختلاط ولا امتزاج ولا تغيير واعطنا في الاعتراف الحسن من بلاص البنطي اسلم عنا على حجب الصليب المقدسه بارادته وحده عنا كلنا بالحقيقه اؤمن ان لاهوته لم يفارق ناسوته لحظه واحده ولا طرفه عين يعطانا خلاصا وغفرانا للخطايا حياة أبدية لمن يتناول منه أؤمن 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 أن هذا هو بالحقيقة آمين آمين آمين
الحقيقة آمين. اطلبوا عنا وعن كل المسيحيين الذين قالوا لنا من أجلهم أن نذكرهم في بيت الرب. سلام ومحبة ربنا يسوع المسيح معكم. رددوا بنشيدنا الليل وياه. صلوا من أجل التناول باستحقاق من الأسرار المقدسة الترسمية. يا رب ارحم. أكسانسيكي ريزو